يعني بالصدفة كنت في وسط البلد ورأيت بعض يعني الجاليات الهندية والسرانكية بكثرة في هذا الشارع، شارع الشابسوه، وقمت بعدها بدراسة الموضوع هذا. لم أجد أي مأوى لهم أو يقدم خدمات لهم، فباشرت الفكرة في ذهني، والحمد لله يعني كنت موفق في أول محل يعني أنشئه في وسط البلد كمطعم شعبي يخدم الجاليات في جاليات جنوب شرق آسيا عامة. يعني بما إني خريج الهند وبعرف أطباعهم وعاداتهم، تسع سنوات وأنا في الهند أعرف طبيعة مأكولاتهم ومشروباتهم والخدمات اللي بدهم إياه، فالفكرة يعني بنيتها في عقليتي وبلشت فيها، ويعني أحضرت بعض الطباخين الباكستانيين والهنود والسرانكيين لفترات معينة، حتى يعني قمت بإنجاز يعني معظم المأكولات المختلفة من كل بلد، من الهند، من الباكستان، ببعض الأصناف، وقمت قدمتها المشهورة لديهم. يعني احنا بنركز ايام العطل والمناسبات على الجاليات السرنكية، لانه معظمهم يكونون في مصانعهم، في التجمعات الموجودة، التجمعات الصناعية في المملكة الأردنية الهاشمية، في أثناء عطلهم وخاصة الجمعة والأعياد تبعتنا يكون نسبة كبيرة جدا جدا. أما الأيام الأخرى نعتمد على الجاليات الباكستانية والهندية والإندونيسية. نعم، يراودني بعض الزبائن الأردنيين، يراودني بعض الزبائن المصريين والعراقيين والخليجيين، ومعظم الزبائن اللي عاشوا في الخليج معظمهم يرغبون الأكلات الهندية، الأكلات الحارة. يعني أكون صريح معاك، بيجينا أحيانا عائلات من عمان الغربية مشان يأخذون بعض المعجنات الهندية أو السرانكية أو بعض المأكولات الجنوب شرق آسيا المشهورة. ستي عندما درست الموضوع وبلشت إني أنجز، معظم أصحابي وأصدقائي وحتى في نفس المجمع لم ألقى منهم أي ترحيب، يعني أبلغوني إنك بتضيع وقتك، بتضيع مصاريك، بتضيع فلوسك بالنسبة لأنه مشروع غير ناجح، غير مشروع بالنسبة. ولكن أنا صممت إني أستمر في هذا المشروع وأفتحه، فقمت في دراسة الموضوع، فقلت هذا ويعتبر بإذن الله الحمد لله يعتبر المقر الأول للجاليات جنوب شرق آسيا. بدايتي كانت صعبة جدا جدا، لأن كوضع مادي لم أكن من معهم مادة ومعاهم سهولة اللي أعمل دعايات وأعمل منشورات وأعمل كذا كذا. بلشت واعتمدت على طبيعة الشارع اللي أنا فتحت فيه إني أنشر مطعمي. بلشت يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، حتى إنه وصلت لهذه الدرجة. في بداية مشواري خسرت، بداية أول سنة وثاني سنة كنت أدفع من جيبي الخاص مشان أسكر تكاليف مصاريفي مطعم، لأنه كنت يعني كما شفتي المحل يعتبر حوالي تقريبا 15 مخزن مفتوحين على بعض، وأجارهم مش بسهولة. فلهذا أول سنة ثاني سنة وجدت، ولكن بفضل رب العالمين السنوات الأخرى غطت السنوات السابقة، وهذا بفضل رب العالمين والحمد لله.